دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون معتدل نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد، مائل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، في شبوره مائيه صبح بتكون كثيفه احيانا على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. في كمان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، وعايزه اعرف كمان منك لان في بعض التنبؤات على صفحات غير رسميه هنقول بتتكلم على السوشيال ميديا ان الخميس والجمعه الجايين في عاصفه ترابيه وفي امطار وفي الجو حاله من عدم الاستقرار وناس كتير قلقانه من ده. طيب خلينا نتكلم الاول على جو النهارده. يمكن الحمد لله الاحوال الجويه اليوم مستقره بشكل كبير، درجات الحراره فيها ارتفاع طفيف عن المعدلات الطبيعيه بمعدل درجه لدرجتين. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع خلال فترة النهار ما بين 22-23 درجة مئوية. ألاحظ كمان زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، فالأجواء تبقى أجواء مشمسة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. عشان كده الطقس خلال فترة النهار هنحس بيه إن هو طقس شتوي دافي ومعتدل تماما في معظم المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. يمكن كمان يعني مائل الحرارة في المناطق الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترات النهار. لكن فترات الليل طبعا مع الغياب التام لأشعة الشمس بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، إحساس بالبرودة بشكل كبير، وخاصة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر ما زالت السعرة فترة الليل منخفضة بشكل كبير، خاصة في المدن الجديدة، المحافظات اللي هي صحراوي بشكل كبير. احنا متوقع سعرة فترة الليل ما بين 13-14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. بالإضافة كمان دايما في الاستقرار في الأحوال الجوية بتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي الشبوره المائيه، وبالفعل اليوم شبوره مائيه بتكون كثيفه في بعض الاماكن وانخفضت معاها الرؤيه الافقيه على القاهره الكبرى 2000 متر، فشبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه ممكن تكون كثيفه في بعض الاماكن، لكن هي ان شاء الله سرعان ما هتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس. يعني ان شاء الله ساعه بالكثير هتبدا الشبوره المائيه في الاختفاء وهتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لفرص الامطار اليوم هي هتكون اقل من اللي احنا شاهدناها خلال الايام الماضيه بشكل كبير، وهتكون موجوده امطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، السواحل الشماليه ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن بنأكد ان هي خفيفه على فترات متقطعه من اليوم، ممكن ده في اماكن والاماكن الاخرى لا. بالنسبه لنشاط الرياح يمكن سرعات الرياح بتعتدل فيما عدا بعض المناطق من جنوب سيناء، يعني فقط نشاط الرياح موجود على جنوب سيناء سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة، يعني ملوش أي تأثير بشكل كبير إن هو ممكن يخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة فقط في جنوب سيناء. الأحوال الجوية المستقرة دي مكملة معانا كمان بكرة إن شاء الله الثلاث، مع يوم الأربع والخميس ويوم الجمعة هيكون في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيكون في فرص لسقوط الأمطار. يمكن إحنا نوهنا بالكلام ده بالامس مع حضراتكم، ممكن نوهنا كمان في نشراتنا ان هيكون في فرص لسقوط الامطار هتتقدم للمناطق الداخليه، بس مش حاله من حالات عدم الاستقرار وعواصف، لا الحمد لله هي هيكون بس في فرص امطار هتزيد على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، امطار ما بين الخفيفه المتوسطه. كمان الامطار هتمتد للمناطق الداخليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، مدن القناه، شمال الصعيد، هتمتد لها الامطار خفيفه مع وجود نشاط نسبي للرياح سرعته يعني توصل ل 30-40 كيلو متر على الساعه، هيخلينا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره، رغم ان قيم درجات الحراره مش هتكون منخفضه بالشكل الكبير. يعني احنا متوقعين بالظبط ان العظمى تكون على القاهره الكبرى 22-23 درجه مئويه، فلو حتى في نشاط رياح مش هحسها حتى كمان زي الايام الماضيه، يعني هنحسها لو تكون 21-20 درجه مئويه، فبالتالي مش تقلبات جويه بالشكل الكبير او حاله من حالات عدم الاستقرار، لا هو في فرص للامطار. الاجواء الشتويه اللي هنقول عليها معتاده بالظبط، اجواء شتويه معتاده
في مثل هذا الوقت من العام. مهم بس جدا ننصح كل السادة المواطنين ان احنا نتابع النشرات الجوية بصورة يومية، النشرات اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عشان احنا اي تحديث في نشرات بنعلنه اول باول، وبنحدث النشرات كمان بشكل يومي. مهم كمان ان احنا نبتدي الملابس الشتوية خلاص على مدار اليوم صحيح. كله، والشتوية ثقيلة فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، وطبعا القيادة تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبورة المائية. طيب سؤال الأخير لحضرتك عن الملاحة البحرية وحالة البحرين، البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. هو طبعا يمكن كان في اول امس اضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط، لكن من امس بدات تهدأ سرعات الرياح، بدات تنخفض الامواج، واليوم حركه الملاحه البحريه على البحرين معتدله تماما. البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. ارتفاع امواج ما بين 1 إلى 1.5 متر، يعني ما بيزيدش عن 2 متر، فبالتالي البحرين يعني مؤهلين ومعتدلين تماما، نقدر نمارس كافه اعمال الانشطه البحريه واعمال التنزه. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز العام بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معانا لحد طقس على في برنامج صباح خير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة العظمى 22 صغرى 15، العاصمة الإدارية 21 13، إسكندرية 22 14، العلمين الجديدة 22 14، مطروح 21 15، دمياط 21 14، بورسعيد 20-15، إسماعيلية 23-14، السويس 22-14، العريش 22-13، كاترين 16-6، طابة 22-14، حلايب 24-20، شلاتين 26-18، شرم الشيخ 27-16، الغردقة 25-16، الفيوم 22-12، بني سويف 22-11، الوادي الجديد 22-10، أسيوط 22-10، سوهاج 23-11، قنا 23-12، الأقصر 24-11، وأخيرا أسوان 25-12. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، وبنأكد مرة تانية علشان في بعض الأخبار على السوشيال ميديا في صفحات غير رسمية إن في عاصفة ترابية وعدم استقرار في حالة الطقس آخر الأسبوع، لكن دكتورة منار غانم أكدت لنا إن هو بعض الأمطار أو الأجواء الشتوية الطبيعية في مثل هذا في الوقت ده في كل عام، لأن إحنا خلاص في موسم الشتاء. بس بنأكد مرة تانية على إن الشبورة المائية بتكون كثيفة أحيانا، فنخلي بالنا من قائدي سيارات خلال الساعات المتأخرة من الليل وصباح الباكر، قيادة بحذر. هرجع مرة تانية لمحمد ومنى علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.